الصفراء إلى الميدا. حوار كبير على مستوى تمر الكرة. رونالدينو وجوشو. رونالدينو يخرج كرة. يخرج كرة وهدف ثالث. هدف ثالث عن طريق حارس اللعب. بومبيتا. الهدف الثالث لصالح المنتخب البرازيلي. يعني كرة ممتازة جدا. رائعة. من رونالدينو وجوشو. اهدى كرة من ذهب الى بومبيتا. وبومبيتا يسجل الهدف الثالث للبرازيل والهدف الثاني بينضعه. وفرحة كبرى اكثر من اللاعبين لوكسمبورغو لانه عارف الموضوع جيدا وكل الاطار الفني. يعني شوف الكرة. كرة يعني هدية في فوق الطقس يعني طبق من ذهب. وبومبيتا العقد بقوة في هذه التشكيلة يسجل الهدف الثالث. التمريرة والتمريرة.